إن لم تخيفك أحلامك فهي ليست كبيرة بما يكفي مقولة تطبق إلى حد بعيد على ضيفتنا، وهي الشابة قادتها رغبتها بالإنجاز طبعا إلى التميز. بالنسبة لها ما في مستحيل، وإذا حدا قال لها أنه ما أنا قادرة تعمل أمر معين بتعمله وبتثبت أنه عملته حتى تثبت للآخرين أنه قادرة تعمل أي أمر بتوضعه برأسها وبالبرهان. طالبة دكتوراه في السنة الأخيرة، حلمها الأكبر هو وضع طبعا اسمها على لائحة، هذه اللائحة طبعا هي للاكتشافات، وعرفت منذ نعومة أظفارها أنها ترغب بمتابعة تحصيلها العلمي في إيرلندا. كانت طموحاتها تعانق السحاب، في قاموسها لا يوجد كلمة مستحيل. أيضا لم تكتفي باختصاص واحد، بل طبعا تابع ثلاثة في الوقت عينه، وهي انتقلت مباشرة إلى تحضير رسالة الدكتوراه دون المرور بمرحلة الماجستير. طبعا بصرنا نستقبل بالاستوديو جميلة المسعود، يلي اختيرت مؤخرا ضمن قائمة أكثر 200 امرأة إماراتية تأثيرا. صباح الخير جميلة. صباح النور والسرور. سعداء جدا بوجودك معنا. نحن بكلماتنا الخاصة عرفنا عليك وقلنا أنه رغبتك بالتميز قادتك إلى الإنجاز. بدي أرجع لورا لجميلة الصغيرة، تحديدا للصف التاسع، لما اكتشفت انه انت اذا بتحطي عينك نصب امر ما بتحققيه وبتثبتي للي قالوا لك ما فيك تحققيه انك قادره. تمام. كان عندنا مثل في الصف التاسع، كنت مدرسه امريكيه، وكان عندنا هالشيء كان يعني يتكرر سنويا مثل الساينس فير. وفي الساينس فير تختارون اللي تبونه، الموضوع اللي تبونه، علوم. نعم. هي نعم. فجميله شو اختارت؟ جميله اختارت انها تبني روبوت. تبني روبوت. هي كان شيء هذا يعني كيف روبوت؟ ما حد سواه، شو السالفة؟ كيف بالضبط؟ رحت وقلت حق المدرس، قلت له أنا ببني روبوت. قال لي كيف؟ مستحيل، يعني أنت ما عندك المدة الكفاية أصلاً أنت تبني روبوت، هذا شيء مستحيل. رحت عند أهلي، قالوا لي هذا شيء شوي يعني مشروع شوي شبابي، يعني أنت كيف تبني روبوت؟ اختاري شيء أسهل. قلت لهم لا، دام انتوا اثنين المدرس واهلي ما قالوا ان ما اقدر اسوي هالشيء، لا انا راح اسوي هالشيء. قلت لهم اعطوني 3 شهور. مرت الثلاث شهور بنيت الروبوت، طبعا مع تحديات يعني مو بنا بسهوله. نعم. بنيت الروبوت وفزت بمركز الاول. ردت فعل الاستاذ يلي قال لك ما قادره؟ انصدم، ولا كلمه، ما قال ولا كلمه. نعم. على طول فوزاني اول مركز الاول. مشاركاني عقب ل مثل الكومبيتيشن كان بين الطلبة، أنا بين طلبة الجامعة اللي دارسين هندسة، وبعد فزت مرتبة الأولى. عندك فضول كبير جميلة، وهذا الفضول يمكن هو قادك إلى الوصول إلى هذه المستويات. في قصة معك مع ألوان القطط؟ هي نعم. الشغف بعلم الوراثة والجينات كله ابتدى من ألوان القطط. لما كنت صغيرة، تعرف كطفلة صغيرة كنت أحب القطط، يعني من أشوفهم بس كنت أستغرب، يعني I was very amazed بالألوان، التنوع الكبير بين الألوان، إنه كيف يعني قطة تكون فيها 3 ألوان أو قطة لون واحد، وكيف يعني كيف الألوان كيف تطلع. فكنت أربي القطط وكنت أتحدى نفسي، كتحدي بيني وبين نفسي، ما كنت أخبر أحد، تحدي بيني وبين نفسي إنه the kittens اللي بيون أنا I predict شو ألوانهم، تتنبأ بألوان. هي نعم. أوكي. وإذا طلع my prediction صح أسوي حفلة في البيت. كنت تعملي المربعات لما بتحط الوالد شو لونه، الوالدة شو لونه، صح بتحدد أنت، أو بتعملي الاحتمالات إذا بدك وبتتنبك فعلا الوراثة بالنهاية. طيب جميلة، أنت شابة بمقتبل العمر، طالبة مثل ما ذكرنا بالسنة الأخيرة بالدكتوراه، سبق وسجلت أو وثقت عدد من الاكتشافات أو الإنجازات يلي نصبت لاسم جميلة المسعود، تكرمت، عندك كتير جوائز، عندك كتير شهادات، بس إذا بدي تختاري إنجاز واحد أنت بالفعل هيك بتعتزي وبتفتخري فيه وبتقولي جميلة المسعود وضعت اسمها على هالإنجاز؟ توثيق أول دراسة لي قبل تخرج من بكالوريوس، هذا كان شيء مستحيل. إذا كان عمرك 19-20. أوكي. هذا كان شيء مستحيل يعني، وكنت حاطة ببالي كنت أبغى، لكن أقول
أنا حتى بيني وبين نفسي كنت أقول أنا أبغى هالشيء، أتمنى هالشيء، بس يمكن ما يصير. أوكي. بس بالصدفة إنه صار. شو كان التوثيق؟ شو اكتشفته؟ نوع من أنواع الفطريات من the soil of Dublin, Ireland. من إيرلندا. هي نعم. أوكي. جميل. طريق النجاح قد يعتقد البعض أنه طريق سالك مفتوح، لكن جميلة أنت واجهتي بعض التحديات صحيح؟ حدثينا عن التحديات اللي واجهتيها. تحديات كثيرة يعني واحد أي شخص واصل في حياته أكيد أكيد واجه تحديات، يعني مستحيل توصل مكان بدون هالتحديات. من ضمنهم تحديات العنصرية، تحديات أنه جميلة ما تقدر تسوي هالشيء، تحديات لما قررت أسوي شيء أكيد مليون تحدية. يعني أشياء مو بس أثرت فيني، بس أثرت على my mental health نفسيا يعني. صحتك النفسية. نعم. طيب مين كان سندك لما كنت عم تتعثري أو عم تواجه صعوبات، خاصة أنه أنت صبية انتقلت بعمر صغير، تغربتي، عشت بعيدة عن أهلك، تركت دولة الإمارات، عشت بإيرلندا. نعم. وأنت كنت بدك تدرسي بدبلن من أنت وصغير، يعني كان مثل حلم لك وحدك هونيك، ما في سند من العائلة، يعني من العائلة القريبة. مين هيك كان يعطيك معنويات؟ مين كان يقويك؟ أهلي، أمي وأبوي. حتى لو بعاد. صح، حتى لو بعاد. أكيد كان شيء صعب حقهم، لكن كانوا يبوني أوصل، هذا كان حلم، ما وقفوني. يعني لو إن الخوف ما وقفهم وقال لهم إنه لا جميلة ما راح تسافر، لا بالعكس، قالوا لها مستحيل نوقف في طريقها، يتبغي هالشيء خلي تروح تسوي، يمكن راح تنجز. الله يحفظ لك ياهم. جميلة، آلية توثيق الاكتشافات يمكن تأخذ رحلة طويلة صحيح؟ كيف هي الآلية بتتم؟ هو على حسب تخصصي، ما راح أتكلم عن التخصصات الثانية، بس تخصصي أنا. تخصصي يكون تكون المدة بين سنة لخمس سنوات على حسب، يعني لازم أنت نتائج وطريقة الإكسبرمنت اللي تسويها لازم تقنع علماء العالم فيها، إذا ما اقتنعوا ما راح تتوثق الدراسة، أو يقولوا لك نحن ما اقتنعنا، جربي بطريقة ثانية. وأنك تفكر وتجرب طرق ثانية وتشوف متى ينجح الشيء، هذا الشيء يطول. يعني حتى لو النتيجة محكمة ومثبتة، الوصول لهالنتيجة لازم يكون صح. أيضا مقنع. صح. طيب أنا عم بطلع هيك بجميلة، جميلة صبية مثل ما ذكرت، قضيتي وقت كتير طويل من حياتك، لو عمرك قصير ولكن صغير عفوا، قضيتي فترة طويلة بالدراسة. هي نعم. طيب جميلة الصبية، هي نعم، أخذ العلم من حياتها الخاصة، يعني عندك أصدقاء بتطلعي طلعات، ولا جميلة بس كل حياتها بالمختبر حتى تكتشف أمر معين، حتى تكتشف سلالة الفطريات، حتى تكتشف علاج؟ بكون صريحة معك، في إيرلندا أمبلأ هالشيء خذ من وقتي، ما كنت أطلع لما بس يوم بديت يعني دكتورة حسيت أنه لا، ما أبغي حياة إيرلندا تنعاد مرة ثانية، راح أغير هذا الشيء. راح يعني صح اهتمامي في الدراسة في الشغل، لكن مش اليوم كله، يعني نص يومي للشغل والنص الثاني لي لنفسي، لأن أنا بعد إذا ما كنت أنا مرتاحة في أيامي وفي حياتي مستحيل بعد أقدر أكمل، راح أوصل مرحلة إنه خلاص I'm gonna quit. وهي سنوات ما راح تتعوض، ما راح ترجع تعيش يوم. نعم، بعد في الغربة يعني. سؤال أخير وباختصار، إذا كان لدى جميلة حلم، ما هو حلمها الأكبر؟ حلمي إني أحصل علاج لأي مرض وراثي ما له علاج في الدنيا، مثلاً أتمنى يكون السرطان، ومقرر شو الاسم، يعني إن شاء الله بيكون يا علاج الإمارات يا علاج زايد بإذن الله. إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله بتحقق كل أحلامك يا جميلة، الصغيرة والكبيرة، الخاصة والشخصية والعلمية. إن شاء الله. جميلة المسعود، نحن بنشكرك جزيلاً لوجودك معنا وكل التوفيق. تسلمي. شكراً لك.